السلام عليكم. من أعجب القصص التي سوف تسمعونها، قال ابن جرير الطبري: كنت في مكة في موسم الحج، فرأيت رجلا من خراسان ينادي ويقول: يا معشر الحجاج، يا أهل مكة من الحاضر والبادي، فقدت كيسا فيه 1000 دينار، فمن رده إلي جزاه الله خيرا وأعتقه من النار وله الأجر والثواب يوم الحساب. فقام إليه شيخ كبير من أهل مكة فقال له: يا خرساني، بلدنا حالتها شديدة، وأيام الحج معدودة، ومواسمه محدودة، وأبواب الكسب مسدودة، فلعل هذا المال يقع في يد مؤمن فقير وشيخ كبير يطمع في عهد عليك، لو رد المال إليك تمنحه شيئا يسيرا ومالا حلالا. قال الخرساني: فما مقدار حلوانه، أي كم يريد؟ قال الشيخ الكبير: يريد العشر، 100 دينار عشر 1000. فلم يرد الخرساني وقال: لا أفعل، ولكن أفوض أمري إلى الله وأشكوه إليه يوم نلقاه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال ابن جرير: فوقع في نفسي أن الشيخ الكبير رجل فقير قد وجد كيس الدنانير ويطمع في جزء يسير، فتبعته حتى عاد إلى منزله، فكان كما ظننت، سمعته ينادي على امرأته ويقول: يا لبابة. فقالت له: لبيك أبا غياث. قال: وجدت صاحب الدنانير ينادي عليه ولا يريد أن يجعل لواجده شيئا، فقلت له: اعطنا 100 دينار. فأبى وفوض أمره إلى الله. فماذا أفعل يا لبابة؟ لابد لي من رده، إني أخاف ربي، أخاف أن يضاعف ذنبي. فقالت له زوجته: يا رجل، نحن نقاسي الفقر معك منذ 50 سنة، ولك 4 بنات وأختان وأنا وأمي، وأنت تاسعنا، لا شاة لنا ولا مرعى، خذ المال كله أشبعنا منه فإننا جوعى، وأكسبنا به فأنت بحالنا أوعى، ولعل الله عز وجل يغنيك بعد ذلك فتعطيه المال بعد إطعامك لعيالك، أو يقضي الله دينك يوم يكون الملك للمالك. فقال لها: يا لبابة، أكل حراما بعد 86 عاما بلغها عمري، وأحرق أحشائي بالنار بعد أن صبرت على فقري، وأستوجب غضب الجبار وأنا قريب من قبري، لا والله لا أفعل. قال ابن جرير: فانصرفت وأنا في عجب من أمره هو وزوجته. فلما أصبحنا في ساعة من ساعات من النهار، سمعت صاحب الدنانير ينادي ويقول: يا أهل مكة، يا معاشر الحجاج، يا وفد الله من الحاضر والبادي، من وجد كيسا فيه 1000 دينار فليرده، وله الأجر والثواب عند الله عز وجل. فقام إليه الشيخ الكبير وقال: يا خرساني، قد قلت لك بالأمس ونصحتك، وبلدنا والله قليلة الزرع والضرع، فجد على من وجد المال بشيء حتى لا يخالف الشرع، وقد قلت لك أن تدفع لمن وجده 100 دينار فأبيت، فإن وقع مالك في يد رجل يخاف الله عز وجل فهلا أعطيته 10 دنانير فقط بدلا من 100، يكون لهم فيها ستر وصيانة وكفافة وأمانة. فقال له الخرساني: لا أفعل، وأحتسب مالي عند الله وأشكوه إليه يوم نلقاه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال ابن جرير: ثم افترق الناس وذهبوا. فلما أصبحنا في ساعة من ساعات من النهار، سمعت صاحب الدنانير ينادي ذلك النداء بعينيه ويقول: يا معشر الحجاج، يا وفد الله من الحاضر والبادي، من وجد كيسا فيه 1000 دينار فرده علي، له الأجر والثواب عند الله. فقام إليه الشيخ الكبير فقال له: يا خرساني، قلت لك أول أمس امنح من وجده 100 دينار فأبيت، ثم 10 فأبيت، فهلا منحت من وجده دينارا واحدا يشتري بنصفه إربة يطلبها، وبالنصف الآخر شاة يحلبها فيسقي الناس ويكتسب، ويطعم أولاده ويكتسب؟
قال الخرساني: لا أفعل، ولكن أحيله على الله وأشكوه لربي يوم نلقاه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فجذبه الشيخ الكبير وقال له: تعال يا هذا وخذ دنانيرك ودعني أنام الليل. فلم يهنأ لي بال منذ أن وجدت هذا المال. يقول ابن جرير: فذهب مع صاحب الدنانير وتبعتهما حتى دخل الشيخ منزله، فنبش الأرض وأخرج الدنانير وقال: خذ مالك، وأسأل الله أن يعفو عني ويرزقني من فضله. فأخذ الخرساني وأراد الخروج، فلما بلغ باب الدار قال: يا شيخ، مات أبي رحمه الله وترك لي 3000 دينار، وقال لي: أخرج ثلثها ففرقه على أحق الناس عندك، فربطتها في هذا الكيس حتى أنفقه على من يستحق. والله ما رأيت منذ خرجت من خرسان إلى هاهنا رجلا أولى بها منك، فخذها بارك الله لك فيه، وجزاك الله خيرا على أمانتك وصبرك على فقرك. ثم ذهب وترك المال. فقام الشيخ الكبير يبكي ويدعو الله ويقول: رحم الله صاحب المال في قبره، وبارك الله في ولده. قال ابن جرير: فوليت خلف الخرساني، فلحقني أبو غياث وردني فقال لي: اجلس، فقد رأيتك تتبعني في أول يوم وعرفت خبرنا بالأمس واليوم. فقال: سمعت أحمد بن يونس اليربوعي يقول: سمعت مالكا يقول: سمعت نافعا يقول عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر وعلي رضي الله عنهما: إذا أتاكم الله بهدية بلا مسألة ولا استشراف نفس فاقبلاها ولا ترداها فترداها على الله عز وجل، وهذه هدية من الله والهدية لمن حضر. ثم قال: يا لبابة، يا فلانة، يا فلانة، وصاحب بناته والأختين وزوجته وأمها، وقعد وأقعدني، فصرنا 10. فحل الكيس وقال: أبسطوا حجوركم. فبسطت حجري، وما كان لهن قميص له حجر يبسطنه، فمدوا أيديهم، وأقبل يعد دينارا دينارا حتى إذا بلغ 10 إلي قال: ولك دينار. حتى فرغ من الكيس وكان فيه 1000 دينار، فأعطاني 100 دينار. يقول ابن جرير: فدخل قلبي من سرور غناهم أشد من فرحي بال100 دينار. فلما أردت الخروج قال لي: يا فتى، إنك لمبارك، وما رأيت هذا المال قط ولا أملته، وإني لأنصحك أنه حلال فاحتفظ به، واعلم أني كنت أقوم فأصلي الفجر في هذا القميص البالي، ثم أخلعه حتى تصلي بناتي واحدة واحدة، ثم أخرج للعمل إلى ما بين الظهر والعصر، ثم أعود في آخر النهار بما فتح الله عز وجل علي من تمر وكسيرات خبز، ثم أخلع ثيابي لبناتي فيصلين فيه الظهر والعصر، وهكذا في المغرب والعشاء الآخرة. وما كنا نتصور أن نرى هذه الدنانير، فنفعهن الله بما أخذن، ونفعني وإياك بما أخذنا، ورحم صاحب المال في قبره، وأضعف الثواب للولد وشكر الله له. قال ابن جرير: فودعته وأخذت 100 دينار، كتبت العلم بها 2 سنين أتقوت بها وأشتري منها الورق وأسافر وأعطي الأجرة. وبعد 16 عاما ذهبت إلى مكة، سألت عن الشيخ فقيل لي إنه مات بعد ذلك بشهور، وماتت زوجته وأمها والأختان، ولم يبق إلا البنات. فسألت عنهن فوجدتهن قد تزوجن بملوك وأمراء، وذلك لما انتشر خبر صلاح والدهن في الآفاق، فكنت أنزل على أزواجهن فيأنسون بي ويكرموني حتى توفاهن الله، فبارك الله لهم فيما صاروا إليه. يقول الله عز وجل: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.